إن الله ونعم الوكيل في هذه الحكومات الفاسدة التي لا تنظر ولا تهتم بأمر الشعب ولا الشريحة المجتمع الفقير التي لا ناصر لها ولا معين. واجهنا اليوم حادث مروع، سقوط سقف أحد المنازل في ناحية عز الدين سليم منطقة بوير السادة. أحد المنازل سوء الخدمات، سقوط سوء الخدمات ومعاناة أهالي المنطقة من الاضطهاد والتهميش، علما أن ساكنين هذا المنزل من الدرجة الفقيرة، حيث كان سقوط المنزل ومن قصب ومن بردي، حيث أدى إلى أحد الوفاة. الأسرة والأفراد الباقين يرقدون في المستشفى في حالة حرجة. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ها سوء خدمات المنطقة ناحية عز الدين سليم منطقة هوير السادة، لحد الآن لا خدمات، مهمشين، سوى هذا تاليتها، شو هاي نزل عليهم الماي وهاي تاليتها.